لي بان الضبابات راه تصيح حتى للعشيه. اييه كما كنتو كي دابا عندنا هذه العشره غير تسمعوا. نتواجد حاليا في مغارة ينابيع الأربعة التابعة لفضائل الدكتور مسعودي سوسيو ثقافي ببليونج. هذه المنابع الأربعة هي مزودة من ينابيع مزودة الرئيسية لمدينة سرتمة صانع الشوك المنبثق من أعماق جبال بليونج. جزيرة ليلى من بين الأسماء اللي مشهورة بها لايزلا ديال بيريخيل أو جزيرة المعدنوس، نسبة هذا النوع النبات هذا اللي هو موجود غير هنايا وفي ديك الجزيرة جزيرة ليلى، وهذا النبات هذا قليل التواجد ديالو دابا ويقال أنه مهدد بالإغراق. الميثولوجيا اليونانية والميثولوجيا الإغريقية كتقول أن هذه المغارة هذه كاليبسو من هرب من حرب طروادة اللي كانت الدائرة تما بقى تائه في البحر الأبيض المتوسط لمدة 10 سنين إلى أن تقذفته أمواج البحر وجبته للتاريخ أن جزيرة ثورة أو جزيرة ليلى. ثم فين يتلقى الكاليبسو اللي شفنا الصورة ديالها نتاحي، يعني ديك القصة ديال العشق ديالو بما أن مقومة الحياة ما كانتش في الجزيرة، يعني جزيرة ما فيها حتى شي حاجة، فهما جاو لهاد المغارة هذه بقاو لمدة 7 سنين هنا. المغارة اللي كنشوفوها دابا راه هي صغيرة. بغيت تعيا وعيطوا لي نعاون. كيفاش غتعاون؟ انا جمعكم السيكر والو انا كل ماكله اللي فيها هو شي بحال او فين هي الماكله. السلام عليكم. ان شاء الله كيف ما كتشوفوا فالانطلاقه عندنا من مستوى صفر، نقطه صفر مستوى سطح البحر، لان البدايه تكون عندنا الصعود الى جبل موسى اللي العلو ديالو 851 متر تقريبا، وكيتعتبر جبل موسى هو بدايه ديال سلسله جبال الريف. حنا نحاولوا مرورا بانطلاقه من جبل موسى مرورا على جبل الابيض فحص المهر الى جبال تطوان الى كيلتي الى الشاول. عبد مبارك ما يعتقد بانه مسجد موسى بن نصير، يقال بانه فاسد الاندلس، هذا هو المسجد اللي اتخذوا موسى بن نصير، هو داخل راه كاين محراب، هو مكان استراتيجي لمراقبه الشواطئ. هو يا جماعه
بين العبادة ومقر مراقبة عسكرية. وهناك رأي آخر يقال بأن موسى بن نصر النينجا هذا المسجد هذا فهو لا ممكن على أنقاض مبنى آخر ويعتقد أو يفترض أنه آثار رومانية لأن الخارج البناء هنا فيحتمل ويفترض أنها صخور على طريقة بناء روماني. تبدو عليه محياهم علامة الحياة علامة التعب طبعا مرينا في الوسط ديالهم النظرة ديالهم توحي بالترقب يشوفونا بنظرة الشك طبعا ما عرفونا شي شكون حنا ولكن ابتسمنا في الوجوه ديالهم وحيينا العبور بين امامهم بسلام. ها وحق هذيك وقت الحمق واحد حمق ضرب له جبل موسى وجبو في حيز وشي عجب اخر الله وصلنا دابا الله وصلنا دابا قال لك ربته هنايا وانت كتلو كيضرب تراكسيونيس واش بعقلو هذا. دابا حوالي ساعه وربع وحنا ماشيين منين فقنا باقي ما فطرنا باقي ما شربنا ما والو شيء بدا هو اللي ناصي صراحه الريح بابا وجوع. هو جنن ها كرموس ها التوت ها هو التوت راه هو في الارض وبجوده عاليه. اش حنكونوا كلينا من الحبه الواحده هذا اليوم؟ انا قبيلتي قلت لهم كلينا شي 200 الواحد قال لك لا راك زار. هذه حنا طالعين ايوا انا من رافيد السيرات اكثر مساعد ما كانوا حنا طالعين واقفه صاحبي صام ساعد ما كانوا ديال الثقل في ظهرنا وحسين على سلامتك شهر 8 والحراره ونص نهار والعاقبه واقفه الحجر سي محسن كيف نيا طلعات وساعات من عدم الراحه وهذا الثقل اللي في ظهر ديالنا دابا وصلنا لواحد اطلاله على فحص المهر.
الجبلات. جبت هنا في الجبل ديال سيبون، خلينا مورانا بعنان، دابا طالعين ان شاء الله من القمه. فبدايه ديال المسار ديال اليوم بدا من فحص النهار تقريبا منها واحد جوج ساعات، وقف نفس الضينه باش فطرنا الى سيبون تقريبا ما حطى منا واحد الرحه قصيره. وصلنا لبعنان كذلك عملنا واحد الرحه صغيره وزودنا بالماء وبعد التغذيه، ودابا واقفين كنقطروا بالعرق. هذا هو النشاط ديالنا. وسير حسن، سي حسن تكرم علينا دابا، جبرنا عنده كتيبة ديالو تكرم علينا بالزويته والخبز. الزيت والخبز الله يرحم الوالدين، وكيتاسف بان جبرناه تغدى، ولكن مع ذلك فهو كيكرمنا الله يرحم الوالدين. وحنا انطلقنا في 7 الله ربع ديال الصباح انطلقنا، عرفتي ماين؟ مين يكونوا انطلقنا؟ حين قلنا خلها نوفل، خلها هو يقولنا مين يكونوا مجين. يا خي وعندي واحد الفوطه اللي شرينا شي فوط، الفوطه هذه في الاصل عاملينها الطوموبيلات، ولكن حنا ندوشو بها لان بنت لنا سرحان مادام كتنشف مزيان، فلهذا حنا ندوشو بها دابا. سرحان الكرفي صافي، يعني الكرفي الكرفي حنا اكثر الطوموبيلات. هادو يحمقونا، الراجل متشر راه هو يبي يشوف فينا، يخرج لي هادو كيعملوا في الساعه هنايا. هكا مصبر هكا اخوتي، خليك تدوخ من كتاكلها هادو دا اخو قبل ما ياكلوها. شكرا على سينا وفاه. صباح النور. صباح الخير. هذا الساعة 8:04 على زيد قمة زيد. صافي وصلنا قمة الحمد لله. ياك شحال؟ ساعة الله ربع ولا ساعة. ساعة 20 ساعة و 45 دقيقة ديال المشي تقريبا. منين بدينا؟ من دار الخوف. يعني قبل الفطور. باقي ما فطرناش. يعني قمة قبل الفطور. هذه الطريق خرج لنا. وبلا راحة وبثقال الحمد لله، هادشي اللي فطرنا. سي. أمام الآليف، ما دابا أمام الآليف كيف كيقولوا لي واحد كلتين، فاحنا منذ الصباح حنا مجيني له، كلما اقتربنا له إلا وازداد بعدا. دابا جبرتيني كنعملوا واحد الوجبة، عرفنا هنا شي كرموس هاهي ياك، قطعناها معاها شي توت صياح، وقول بسم الله صحة. وقول الكرموس والتوت.
هذا المسار اللي عملنا شنو بان لك فيه؟ اللي جينا من بليونش هنايا ومع هذا البارح اللي قلت لنا واش البارح كان حراره ولا ما كانتش الحراره؟ الحراره كثيره البارح، عملت واحد المجهود كبير بزاف. واحد المجهود عملته كبير. شحال كانت درجه الحراره البارح هنايا؟ درجه كانت 42. تبارك الله. 42 كانت هنايا. احنا دابا طالعين. الاستقبال ديالك عامل. سكرتي ان شاء الله. نحن في القمة ديال جبل كيلتي، تحياتي أعز الأصدقاء الرفاق. ثلاثة ساعات ديال الطريق ديال الصعود. احنا واحد صديق عزيز علينا مشاون السي حميد، تواصلنا معاه منذ مدة ودابا كنتلقاوه في جبال الشاون. الحمد لله، الله يكرمك صحتكم. احنا سي حميد الله يكرمكم الصراحة. الله ينور العلماء الفهماء. كيفاش دبصاح؟ يا اخويا ما قلتليش شكرا دبصاح. هاد السيد هذا ماركة مسجلة. بياسة من درجة عقيد ممتاز. مثله لا يوجد. شكرا. إنه رجل طيب، خلوق، ضحوك، روحه خفيفة، مداعبة. وباش يخلينا معاه ديما في الطريق. آمين. علاش حنا ضربنا كورفي؟ الله يا باه، شوما هذا ماشي كورفي هذا. جوج ساعات حنا مع بعضيتنا. شحال هذه حنا مع بعضيتنا؟ شي أيام دابا وقيلة تبارك الله. اليوم الخامس الشريف. قال لك شوف. شدكم شوفوا المباراة مع الطريق. ماذا يفعلون هنا؟ استجمموم، ماذا انتم فاعلون؟ ماذا تفعلون هنا؟ وحنا كنعملوها. ماذا تفعلون هنا؟ انتم كائنات غريبه. ميني جاكوزي. السي محسن اش كدير تما خويا؟ هذا الفلاقاش ما بقيناش كنحسوا بهم. رئيس شنو هادشي الرئيس؟ تليفون الله يسامح. ديالنا المهم جينا للمسجد وكنتلاقاو مع الامام ديال المسجد. ايوه تبارك الله على سي احمد. الله يبارك فيك. دابا الامام قالنا واش تهما حومق باش غرتو ما تعملوا بزاف تجاو لهادي وبجاو ما تلقى الصحه. قالنا هو ولد البلاد وعمرو ما مشى هذيك المنطقه هذه. والو حديث سبع المنقوله ديك الجبل من فوق ديك النواحي كاع عندنا بشي بات من البخار. وكيفاش جاتك دابا الفكره اللي عملنا؟ لا مزيانه بزاف. ولكن ضحكتي ملي قلتي عملتوا هذا الحومه. وتمارة انا كنشوف تمارة والجهود ديالنا صعيب. اييه اليوم الحرارة كانت. حرارة بزاف. راه تحمرنا اليوم. 39 كاينة من الجامعة.
تقريبا بدا السبعة الا ربع من تمالوت طلعنا لين طلعنا نكيلتي تيزيرال كيلتي وماجين بها غابة غابة صافي 45 كيلو متر من اش كتقول انا وفاء؟ علاش كتضحك؟ انا الزمر كيضحكني 45 كيلو متر اخويا ضربنا الى هذاك الباطاج اللي فوقنا وفاء السي حميد ماشيين هكذا والسي حميد تبارك الله عليك انت مالو انت من هنايا صاحبي انت مالو من اليوم كيف فضل قمة كيلتي دوزنا على قدام حافظ الزلطان هذا الصبا المنقولة ولكن فضل كبير ديال مصر اليوم كيجي هذا الرجل هذا السي حميد كما قلت انت ما كناش نوصلوا لهنا احنا باقي حدا كيلتي كندور اي 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 تما والله العادي اجي الله الناس بحارتين هنايا والله العادي من انا احمق والله العادي من احمق بصح اخوتي انا الناس ابقى في الدير ديالكم انا باش 45 كل يوم نتمنى الغوايب اشوفوا انا راش اللي كان اشوفوا اذا عندكم زهر الرندوني بقاو في الديور ديالكم جوج بحرو تعرفوا شي زعما انا كورونا خليكم الدار ديالكم الله عايز نعم اول حاجه دور التليفون اللي كان وذاك تشوف راسك بعد عليك بسم الله الرئيس ديالنا شو كيفاش كيجيكم ها هو الرئيس ديالنا كيفاش كيجيكم هذا اللي طيحنا في هذه الايام هذه ما طيحناهاش في حياتنا كامله من انطلقنا وربي كيسرنا الامور ياك يعني اليوم بدات بالتيسير بهذ الامور مع السي حميد يسرنا بزاف ديال الحاجات واليوم ودابا التيسير في شي عبد الله الله يكرمك وشكرا جزيلا على الاستضافه في الدار ديالك ومن الاسره ديالك الله يرحم الوالدين انرجياك عشان تكرمو في الطبيب حسين اش كده عدل سنوفر بارك الله بارك الله عطيني الطاقة تبارك الله على سجوان في ماشي دابا ايوا الى القرعة ان شاء الله
حنا وصلنا للقمة. هذه اليوم اليوم السابع من البرنامج ديالنا اللي ابتدأ يوم الاثنين. كنتواجدوا في سلسلة جبال الريف اللي بديناها من جبل موسى اللي كيتعتبر اللي هو من أول قمة من سلسلة جبال الريف. الحمد لله الأمور ماشية مزيانة. الذي يثير الانتباه هو بأننا 7 أيام ما جبرنا ولو غوندونوغ واحد. ما جبرنا ولو شخص واحد في هذه المسارات وفي القمم وفي أي مكان فيهم ما جبرنا حتى شي غوندونوغ. اليوم يوم الأمس السادس اللي خلدنا في الراحة وعملنا لملمة الماتيريال ديالنا ونشوفوا المسار ديالنا، ومع ذلك عملنا جولة في مختلف أطراف المدينة ديال الشاون اللي ربما واحد 13 ديال الكيلومتر اللي ارتحنا فيها. تحياتي. ها واحد الصديق العزيز هذا هو اللي كنجبرو دائما. صحه غيزوي. فالحمد لله فعملنا مجموعه من المسارات يعني داخل الوطن وخارج ارض الوطن. طبعا مسارات ما نصنفوهاش واش نقولوا صعبه ولا شنو. هذه المسارات هذه خارج التصنيف. المهم الحمد لله كنعملوا هذه الجولات هذه سواء كانت قمامه ولا مسارات شاطئيه. المهم كنتمتعوا وكنجولوا، هذا هو الهدف ديالنا. صحه غيزوي. تحياتي خي نوفال، شكرا جزيلا.